هل يجوز يعني للإنسان أن يصلي سواء رجلا أم امرأة أن يصلي سنة الوضوء في وقت النهي مثل العصر؟ نعم، صلاة سنة الوضوء في وقت النهي جائزة، لأن القول الراجح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي، مثل سنة الوضوء، تحية المسجد، سنة الطواف، إعادة الجماعة إذا جئت والناس يصلون جماعة. فالصحيح القاعدة العامة أن كل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في وقت النهي. نعم.